ويا جيش باكستان وصود الجبال ومحبي الإسلام هلما إلى مصنع نبيكم وأولى الفتنتين فهلا اشتاقت جباهكم للسجود فيه ويا جيش تركيا يا أحفاد السلطان محمد الفاتح وعبد الحميد هلما إلى ساحات المسجد الأقصى فقد طاقت برؤيتكم ويا جيش الجزائر عشاق الشهادة في فلسطين هلم إلى أهلكم في فلسطين فإنهم يستصرخونكم ويا جيش إندونيسيا وإيران والحجاز وباقي بلاد المسلمين هنا القدس هنا مصر نبيكم هنا أجداد أجدادكم من الصحابة العظام هنا أرضكم المباركة هلم فحرروها وطهروها يا جيوش المسلمين عامة نخاطبكم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير.